جواد قنانة، 30 سنة من مدينة مراكش، بهجاوي كما تنقول ديما، ميك اب ارتيست. والصراحة كتجيني خدمة مع لي زارتيست بحال الخدمة مع العريسات، يعني ما كاينش فرق. هي العروسة كيكون عندها ماكياج سبيسيال، والارتيست تكون عندها ماكياج ديالها سبيسيال، وتيكون التعامل. يعني فاش تكون مع اون ارتيست تكون معقول، مع العريسات خصك شوية الضحك شوية النشاط باش تحيد من هذاك الستريس ديال النهار ديالها. صراحه الفنان اللي خدمت معاه بزاف، من ضمنهم نيت دنيا باطمه، هدى سعد، رولا سعد، اسماء منوار، اريام الاماراتيه، وزينه الدوديه، وتبارك الله قائمه طويله. وكلهم تعجبني نخدم معاهم صراحه. ما عنديش فكره ديال هادي، باش عندي كلشي فحال فحال، ما هما انهم مغربيات على الراس والعين. تيسكات تعجبني فيها ماكياج سموكي، السموكي كيجي رائع، كيجا رائع بزاف، وهي اصلا غزالة. جميلة بدوي، ماكياج رائع. ديجا كانت ماكياج راسها تبارك الله غزالة، زعما كيعجبني ماكياجها. اي حاجة صف تجي معاها. رجاء بالمير كانت حماقة على شي حاجة سميتها لا سامبليسيتي، ما كتبغيش شي حاجة كاع كثيرة، يعني داك الثلاثة تبان والو، هي عارفها صاحبتي. دنيا باطمة تقريبا تيجي مع جميع انواع الشكل ديال الماكياج، بس تبقى هي في طريقه الحطه. مره كطلع يعني كطلع خطيره، مره كيبقى خطي كثروا ليها ولا تتكون شي حاجه خطا. اما تبارك الله ماكياجها زوين. هدى سعد غزاله، اي حاجه نيو تجي معها. رقيه ما باقي ما خدمتش معها صراحه، يعني جوج صديقه كنهضروا هذا، ولكن حتى هي كيوت، يعني اي حاجه سامبل كتجي معاك كتعطيها، يعني داك الدجلة خلا. سلمى رشيد زوينه، وكلشي كيجي معاها، كلشي كيواتيها. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.